ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلاب الصف الخامس الابتدائي. ناخد مع بعض شوية أسئلة مهمة جدا ممكن تيجي لكم في الامتحان، ومش ممكن ده أكيد إن شاء الله. فتابعوني، امتحانات السنة اللي فاتت ما طلعش منها الامتحان. وكل الناس اللي تابعت أسئلتي السنة اللي فاتت في الصف الرابع الابتدائي منهج جديد قفلت مادة العلوم، عندي هنا اختبار اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. يتغذى حيوان الوبر الصخري على النباتات فقط ولا السحالي فقط ولا حشرات فقط ولا أوراق النبات والفاكهة والحشرات والسحالي؟ أوراق النبات والفاكهة والحشرات والسحالي. طيب، يأكل حيوان الأرنب نقط للحصول على الطاقة من الطعام، يأكل الجزر وبعض الخضروات الحشرات اللحوم، يأكل الجزر، تمام. يحتاج النبات لكي ينمو إلى الماء والتربة، الماء التربة والهواء، الماء والتربة وضوء الشمس والهواء، الماء والتربة وضوء الشمس والهواء، تمام. طيب، ماء والتربة وضوء الشمس والهواء، خلاص. طيب، يعتبر غاز نقط هام لنمو النبات حيث يحتاجه في عملية البناء الضوئي. النبات بيحتاج في البناء الضوئي الأكسجين ولا النيتروجين ولا ثاني أكسيد كربون؟ ثاني أكسيد كربون. يعتبر غاز نقط هام لنمو النبات حيث يحتاجه في عملية التنفس، الأكسجين ولا النيتروجين ولا الهيدروجين؟ الأكسجين. وهنا نقطة يا شباب يا أولاد، الأكسجين مهم جدا بصورة أساسية للنبات، لأن النبات بيعمل البناء الضوئي بالنهار عشان ينتج غذائه، لكن النبات بيتنفس زي الإنسان بالظبط غاز الأكسجين، بيتنفس بيحتاج في عملية التنفس غاز الأكسجين بصورة أساسية. أحسن حد يكون فاكر أو حد مفهمكم إن الإنسان بيتنفس الأكسجين والنبات بيتنفس ثاني أكسيد الكربون، لا، النبات بيتنفس الأكسجين برضه، لكنه بيحتاج ثاني أكسيد الكربون في إنتاج الغذاء في عملية البناء الضوئي. طيب، يتكون النبات من نقط ونقط ونقط، تمام، من ساق وجذر وأوراق، تمام. طيب، من أوجه التشابه بين الإنسان والنبات أن كلاهما يحتاجان غاز نقط في عملية التنفس. الاتنين بيحتاجوا غاز الأكسجين، تمام. طيب، يتشابه النبات مع الإنسان في احتياجه نقط لاستمرار حياته، الماء ولا الطعام ولا الكهرباء؟ الماء. النبات والإنسان بيشتركوا في احتياجهم للماء. يحتاج النبات غاز الأكسجين بصورة أساسية ولا غير أساسية؟ بصورة أساسية عشان عملية التنفس. طيب، تعالى بعد كده، تحصل النباتات على غذائها في عملية البناء الضوئي التي تحتاج إلى الشمس والماء والتربة وثاني أكسيد الكربون ولا الشمس والماء والتربة والأكسجين؟ البناء الضوئي يبقى بتحتاج الشمس والماء والتربة وثاني أكسيد الكربون، لو قال لي التنفس يبقى الأكسجين. طيب، دور الجذر في حصول النبات على الغذاء، الحصول على الماء والأملاح من التربة، الاستفادة من ضوء الشمس، عملية البناء الضوئي. الجذور في النبات بتحصل على الماء والأملاح من التربة، تمام، ده دورها، تمام. طب، دور الأوراق في عملية حصول النبات على الغذاء، البناء الضوئي ينتج الغذاء ولا التنفس ونقل الماء، امتصاص الماء والأملاح من التربة؟ الأوراق هي مصنع الغذاء في عملية البناء الضوئي، بل البناء الضوئي وإنتاج الغذاء. طيب، دور الساق في النبات في عملية الحصول على الغذاء هو توصيل الماء والأملاح من التربة لباقي أجزاء النبات، الساق، تمام. توصيل الغذاء الذي تم إنتاجه في الأوراق إلى باقي أجزاء النبات ولا ألف وبه معا؟ ألف وبه معا، لأن النبات الساق بتاع النبات في النص ما بين الجذر والأوراق، الأوراق تندك الغذاء عن طريق الساق توصل لباقي أجزاء النبات، والجذر يجيب الماء والأملاح من التربة، تمام، عن طريق الساق يوزعها على باقي أجزاء النبات. يبقى الإجابة هنا ألف وبه معا. وتابعوني إن شاء الله، وقفنا لحد هنا، باقي الأسئلة إن شاء الله هكتبها وهنزلها لكم، وتابعوني وربنا يوفق الجميع، وإن شاء الله ربنا يكتب لكم النجاح. ومهما كان الناس بتقول منهج صعب ورخم وفي مشاكل، بس إحنا مش هنقف لحد كده، لازم نكمل ولازم ننجح ونذاكر. وتابعوني هديكم الامتحان كله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش، ما تنسوش دعم ليا بالله عليكم، ابعتوا لينك القناة وخلي زمايلك في الفصل كلهم في الكلاس يشتركوا، وأولياء الأمور ابعتوا اللينك لكل أولياء الأمور اللي زيكم يشتركوا في القناة، لأن اشتراككم في القناة ونشر قناتي ودعمها هيخلينا نركز مع المنهج ده، وانزل لكم كل اللي عندي، واللي عندي ان شاء الله هتستفيدوا منه جدا، واولادكم هيقفلوا الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.